أبو سبا جو كبير. والله أنا توقعت حاب نسمع بوثينة وأيسر نسمع حكايته. معنا بوثينة. صباح النور يا بوثينة. صباح النور. شحوالك يا ليلى؟ الحمد لله بس الحمد لله تخي بيان. بوثينة منين تكلم فينا؟ من سوسة. بوثينة من سوسة. اليوم ديديكاس قال لنا عماد العيسى. عيسى شكون بالضبط؟ عيسى دي أخويا عشيري حبي الكل في الكل. خوك خوك عيسى. اي قداش عمره عيسى؟ اليوم يوم 28 سنة. 28 سنة. قعدوا باهتين لي بحذايا في الاستوديو. كيفاش خوك تقول له حبي وعشيري؟ فسرنا فسرنا العملية. ليش تحبه كيخوها؟ لا لا خوها خوها. لا لا خويا باللحم والدم وذيك حبي وعشيري مع بعضنا من اللي بدينا نقرا وديما هو معايا. هذيك أخويا هذيك صاحبي هذيك الكل في الكل. وقتاش أول مرة شفت فيها عيسى؟ عام 91 وقت تولد. ربي فضلكم لبعضكم يا بوثينة. يعيشك الله يخليك. دونك اليوم 22 ديسمبر اليوم عيد ميلاد عيسى واليوم باش نحتفلوا الكلنا بعيسى وبعيد ميلاده. وشنو باش نقولوا له بالضبط؟ قول له يا ربي خليك ليا ان شاء الله ديما فرحان ان شاء الله ربي يطول عمرك في الخير ان شاء الله ديما نقعد نتذكك عليك وشيخ عليك. فما حاجه سبيسيال فما حاجه سبيسيال حبيتك تقولها ميساج خاص لعيسى شنو باش تقول له اليوم خاصه نتاع غسلين الحوايج هذاك واسيا و... من وهيك مش كده نتمنى لك تعرف وتبقى تنق قدامي بس ما عادش كي تراوجي تقول لي اغسل لي حوايجي ولا اعمل لي قهوه خلي مرتك هي اللي تقضي. هو عيسى خاطب اسيا واخته بوثينه تتمنى له باش يعرس على قريب باش ترتاح من غسلين الحوايج. ايوه واضح. ومن القهوه خاطر عيسى ما يشرب القهوه كامل يدي اخته مصلحه. الحمد لله يا ربي. وزعما اسيا تحب ريحه الدخان هذه ولا عليك؟ والله أنا واحدة من الناس اللي حبت تدخل في علاقات. شنو كلمت السر يا أبو ثينة؟ كتكوت. كتكوت حتى كتكوت كي خويا. أي سيدي هذه حكاية أبو ثينة وخويا قال لك حكاية غريبة وعجيبة جدا. يحبوا بعضهم على الأخر وتعوي يعيطوا لبعضهم. هو يعيط لها عشيرتي هي تقول له حبي. عيسى يخدم خباز وبوثينة تخدم في روضة. مغروم برشا من القهوة العربي بني ديم بوثينة. يحب المزود والفن الشعبي وعنده أوبسيون يضرب على الدربوكة. الماكلة اللي يحبها قال لك هي الشفاتي والمقلي. كي تغش عليه يقول تو تخلصني في التليفون ورجع لي تليفوني. هذه حسب ما مكتوب لنا السوائل. أحسن كادو جابولها جابلها برسلي في الأبارامون في الستيام عنيكي نشهد ودبدوب ودبدوب. ومعنا عيسى. عيسى صباح النور يا عيسى. صباح النور. صباح النور يا سيدي. نحوالك. اش نحوالك انت؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. عيسى يخدم في الكوشه نو؟ وي. هيا بيه ان شاء الله ربي يعينك يا سيدي وربي يوفقك. باش تعملوا ذراب انتم زاده؟ شنو ان شاء الله خير. وفي بالي نتاع المخابز في تونس باش يعملوا ذراب نهار الاربعاء الجاي. بليش تخدموا على رواحكم. ابرامو هذا واحد بجماعه اللي مش يعملوا على خاطرهم الاضراب. وين الكوشه؟ وين الكوشه؟ في سوسه بالغربي. في سوسه ربي. عندكم رخصه ولا تسوقوا هكا؟ لا لا نسوقوا كيك برا. انا كنت متاكد يا اخويا. انسهل السؤال ونساوي الاجابه. لا نعاودوا نحكوا من جديد. الو. اي سي عيسى شديت الخدمه نورمالمون عاد. اي ربي يعينك ان شاء الله. الله ينورك. تو عرفت شكون يكلم فيك ولا؟ والله لا. والله لا كيكا قاعد تحكي لنا وكشفت اسرارك الكل الصباح. اي اربع باقيات مالا كنوز اف ام. تسمع كنوز اف ام في العاده؟ مرحبا. اه يا سيدي انت معنا على المباشر في اذاعه كنوز اف ام واحنا كلمناك اليوم الصباح يا عيسى على خاطر عنا ليك ميساج خاص. فما شكون كلمنا؟ حشم باش يقول لك ميساج في الديريكت. خاطر ما يصيرش يقول لك حب باقيات وحده. انسان تعرفه برشا يا عيسى حب يوجه لك مساج. ماكش عامل مشكل مع حتى حد؟ لا بالعكس. يزين عاد. صوره من عند اختي الغاليه. ايوه. لا لا دي عندنا واحد عنده فرقه يحب دريبكي. ايوه. ايوه فرقه الفن الشعبي. ايوه. اي سي. اي سي عيسى اليوم 22 ديسمبر ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير يا سيدي. الله ينورك على خويا الغالي. اختك بوثينه كلمتنا اليوم الصباح وحابه تهدي لك الغنايه هذية. اسمع الكلمات الكل يغنيوا عليك. يلا. لو اسمع
اسمه عيسى اخويا الحنين اليوم عيد ميلادي فرحانين حبيت نهني ونزيد نغني انا واسمه مزيان الاثنين يقول لي حبي ونقول عشيري ما يفهم حد في الدنيا غيري بينات انا وياه عامين اليوم عمره 28 يحب المزود والفن الشعبي كيف نطيب له القهوه العربي شباتي مقلي ولا بنيني تدلل خويا نور عيني خويا طيب راهم دللني اما في الغشره ويهبلني ويزيع من روحه ومشوني ويقول لي رجع تليفوني عيسى باهي وحنين علي هو اقرب اخواتي ليا مره دبدو مره برسلي ما ينسانيش في حتى هديه ان شاء الله نفرح بيه نهار ونشوف عروس ومعمدار متهني مع اسيا وفرحان نرتاح من القضيه والغسلان يا عيسى غنايا ليك يا عشيري نموت عليك ان شاء الله كل عام وانتي بخير ويا ربي خليك هذه يا غنايا على كنوز الفم حبيت نهنيك يا عيسى اخويا يا عشيري هابي بيرثدي تو يو اليوم راهي غنايا ليك يا عيسى هابي بيرثدي تو يو اليوم راهي غنايا ليك على كنوز الفم جيت نهنيك هابي بيرثدي Happy birthday, happy birthday, وعيد ميلاد سعيد. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, وعيد ميلاد سعيد. شمسات زادت السناء اشرب كولو بالشفاء سهرين معاك على اشلاء والليلة جواك احلى خلى اللوك مش ويغنى ولا اصحاب البجنة هابي بيرثدي طفي الضوء الليل احلى عبي كرشك بالتوات شو ما شبعك هالتوات البرا وفي الانترنت بواتا مبلع بالسيات خلف النوك بالابلات هني وفيك ولاد وبنات هابي عيد ميلاد ان شاء الله كل عام وانتي حايبة الخير يا عيسى عيسى يخرج من الخبز ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا سيدي الله ترى بدل البلاصه اللي انت فيها خلينا نسموك مليح ما عندكش ريزو يا عيسى الو 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 ايوه عيسى ماناش نسمعوا فيه مليح به بوثينة نسمعوا فيك تري بيان بوثينة نعم اه يلا معك خوك يلا يا عشيري يا عشيري صباح النور صباح الكل والياسمين يا حبي صباح الحمد لله بالحمد لله بريمو سي جونتي سي جونتي سي جونتي قلت لك عم سنيك جوست فيال ولا احلى حلوة ليه خدمية لان حلوة كانوا معاك دفتك راوني بيت الكل كده الله يحلك سهلا ربي يفضلكم لبعضكم بوثينة وعيسى يعيشك يا عيسى ميرسي بوكو على اتصال يا بوثينة تحياتي لعيسى ان شاء الله كل عام وهو حي بألف خير